هل يمكن تطبيق قانون اللعب المالي نظيف في مصر؟ اتفضل. بعد كل الكلام الحلو اللي احنا عاملين نقوله ده، هو احنا هيجي وقت مليون في المية هنبقى مجبرين ان احنا نطبقه. اوكي. ان طبعا احنا متاخرين عن اوروبا، يعني في الرياضه من حوالي اعتقد من 5 ل10 سنين، فكده كده جاي. زي ببساطه مثلا المشهد المؤسف اللي احنا شفناه امبارح، مباراه نادي فيوتشر لعب فريق افريقي اوغندي، الكابتن علي ماهر مدير الفني لنادي فيوتشر بيدير المباراه من المدرجات، هم الثلاثة العيال اللي ما يعرفش الموضوع هيقول ايه ده، هو الكاف لحق يوقف علي الكابتن علي ماهر اول مره يخشوا فيوتشر اساسا؟ هو لحق وعملوا حاجه الناس دي؟ لما نبدا نشوف الموضوع، الكابتن علي ماهر قاعد في المدرجات ليه؟ لان هو معهوش الرخصه ايه من الكاف في الدوره اللي اتعملت في المغرب منذ فتره كان موجود فيها بيتسو موسيماني، والاتحاد المصري ما كلفش نفسه يرفع سماعه بس التليفون. بس عشان بيزعلوا بياخدوا على خاطرهم. بيزعلوا؟ ايوه بيزعلوا والله، بياخدوا على خاطرهم. ما قالوش لمدرب مدربين مصر. حازم بيزعل وبقيه الناس بتزعل الحقيقه. يعني ايه بيزعلوا؟ بيزعلوا والله، بياخدوا على خاطرهم، بيقول لك انتوا بتنتقدونا بس. يعني لا، هو اللي انا بقوله ده بكل امانه بهزر، ما يزعل يزعل دي غلطه ولا مصيبه؟ انا بهزر على مصيبة. فكره مصيبه والله مصيبه ان مدير فني يقعد وايه بقى؟ الله اعلم الله اعلم هياخد رخصه. انت المفروض حسب ما برضو قرينا ويعني وعملنا سيرش كده، الموضوع بياخد وقت، يعني لسه ما فيش اصلا دوره جايه الكاف هينظمها عشان يدي الرخص، فلسه هنقعد كده. علي هيقعد في المدرجات كتير، هيقعد في الطيب. بالنسبه لقانون اللعب النظيف، اول حاجه فيها كابتن اسلام، عشان بس ايه نبقى متفقين، لازم الانديه يبقى عندها شركات كوره. هي ما اتذكرتش في اي حاجه من احنا الاربعه قلناها، ليه؟ لان هي اوريدي بره معموله بديهيه، بره الانديه تملك شركات للكره، لازم يكون النادي عنده شركه كوره اصلا عشان نبدا نحاسبك في مين اللي هيكسب ومين اللي هيخسر والميزانيه. ده مش النادي، احنا بنتكلم على شركه الكوره الخاصه بالنادي. وبالتالي النادي الاهلي مشكورا والحمد لله خد الخطوه بان هو سبق طبعا كعادته وعمل الشركات الخاصه بتاعته. طيب يبقى اول حاجه عشان نطبق القانون ده في مصر واحنا رايحين له لازم كل الانديه يبقى عندها شركات خاصه بميزانيه منفصله وفيها ارباح وفيها خسائر وليها ميزانيه محدده. طيب بعد كده نبدا بقى نقف هنا. مصر او الانديه المصريه تشتهر بفكره رجل الاعمال زي ما كان سبب بيشرح، احنا عندنا حاجتين، نجيب شركه من بره زي مثلا نادي غزل المحله بيدير او المسؤول عنه شركه غزل المحله، او امبي او امبي مثلا، او الحل الشائع عندنا اول ما النادي يقع هوب نجيب رجل اعمال عشان يلحق ينقذ النادي. والفكره دي انا بحذر منها الانديه، فكره انا اسف يعني بتودي للحيطه، لان رجل الاعمال او رئيس النادي المنفرد بالقرارات لو فرحك شويه اعرف انه بعد 3 سنين لو هو زعل هيعمل مبدا شمشون. ايه هو مبدا شمشون؟ ان انا هتعرفه امتي لما اخرج بره، ويبدا يجرك في القضايا ويبدا يجرك مش عارف فين ويبدا يجرك في ايه، وهوب النادي نفسه يبدا يقع. طبعا المشجع الغلبان قاعد في البيت كل همه، اي مشجع بيحب نادي عايز نادي يكسب. انا اسف مفيش مشجع يعني يفرق معاه النجاح جه عن طريق زيد او عبيد، هو بيفرح، هو نفسه يفرح، عايز فريقه تكسب وخلاص، بيلاقي نفسه انه راح لازمه. هي دي النقطه اللي اعتقد في وجهه نظري هتبدا الانديه المصريه تشوفها امتى؟ لما الاتحاد الافريقي يكبر الانديه زي الشركات كده، زي ما احنا المشاركه في دوري الابطال بقى النهارده بشركه الكوره، لازم تقدم لي الميزانيات الرخصه بالظبط. فهيجي وقت هيقول لك والله انا عندي اللعب المالي النظيف، انت مجبر انك تقول لي ايه ايراداتك، ايه ميزانيتك، انت كسبت ولا خسرت، والفلوس دي جايه لك منين. طيب ايمن، مهم جدا نقول لجمهور النادي الاهلي، اتحاد كره القدم وضع على صفحته الرسميه وقال سوف يتم تطبيق قانون اللعب المالي النظيف بدايه من هذا الموسم. بس خلاص كده. بس كده كلمة حلوة جدا ورنانة وجميلة ولطيفة وشكلها حلو بس احنا اتكلمنا، يعني انا اتكلمت في الانترو شرحت حاجات كتير وحضراتكم بتشرحوا. اتحاد الكرة ما شرحش، اتحاد الكرة ما شرحش حاجة، هو كلمتين وبس. انا رأيي
الله يرحمه فؤاد المهندس. وعلى فكره انا قبل الحلقه برضه دخلت على يعني على موقع رسمي كلنا دخلنا قلنا يمكن لحد ما يمكن نلاقي حاجه فيش. هي دي الفكره، ان حاجه زي كده لما بتبتدي تعلن انت اتحاد الكوره كل قبل كل موسم بيبتدي يحط يعمل يعلن عن الشيت بتاعه اللي هو الخاص بالموسم الجديد، القيد والمصاريف والنادي اللي هيدفع كام والنسب وعدد اللعيبه والكلام ده. فهو حتى كده زي ما انا وجيمي في حلقه من الحلقات فاكر لما اتكلمنا عن ثلاث لعيبه اللي تحت السن، وقال في ثلاث لعيبه تحت السن وما شرحش اليات معينه ممكن ناس ما تفهمهاش يعني. لكن هي قال لك احنا هنطبق لعب مال نظيف. طب هتطبقه ازاي؟ هتطبقه بطريقه ازاي على الانديه اللي فيها جامعات عموميه ازاي؟ طب الانديه اللي عندها شركات كوره هتعمل معاها ايه؟ طب الانديه المملوكه اصلا اللي هي الانديه الخاصه هتعمل معاها ايه؟ طيب هيتطبق من الموسم ده هتبتدي تعمل الميزانيه على انهي فتره؟ يعني انهي فتره ميزانيات الكوره بتاعت الانديه في انهي فترات؟ حاجه كمان اصلا احنا كمان المواسم كلها داخله في بعض بالظبط كده، انت ما تعرفش مين فين ايه. زي ما احنا قلنا قبل كده احنا عندنا دلوقتي، احنا دلوقتي في الكاس القديم، مش القديم قوي، القديم قوي خلص، دلوقتي في الكاس القديم وناقصنا وفي كاس جديد. فاحنا هي دي الدنيا، انت هتعملوا ايه؟ طب النهارده اصلا اتحاد الكوره من المفترض ان هو ليه فلوس عند عدد كثير من الانديه اللي هي المستحقات بتاعته، ما بياخدهاش بعد كده بيقعد يجزقها ويجدولها على 100 سنه، بعد كده ممكن فجاه تلاقيه طلب من نادي مش 100 سنه يعني ده نادي فلاني ممكن ياخده كده يقول لك لا مش قصدي ويجي النادي الاهلي يجي عشان يسجل لاعب قبل كده زي كهربا تقول له ادفع كاش، يجي نادي تاني عايز يسجل لعيب عنده يقول له طيب تمام لما فلوسك تيجي من بره نبقى نحصلها والفلوس. يعني دي قصه كلها، ايه اللي داخل في ايه؟ طب النهارده مش عارف حاجه، رخص الانديه، النادي الاهلي النهارده عشان يشارك في دوري ابطال افريقيا لازم الرخصه بتاعته تبقى سليمه والميزانيه بتاعته سليمه وما عليهوش مستحقات لانديه خارجيه ولا مستحقات للعيبه خارجيه وهذه النظم. طب الانديه الاخرى لو عندها مشاكل هل هتتحل في قد ايه؟ يعني بدون ذكر اسماء عشان ما حدش يزعل، في انديه اصلا في فترات هي لسه ما دفعتش عقوبات عليها وفي عقوبات داخليه كمان. يعني النهارده النادي الاسماعيلي كان عليه عقوبه داخليه لاحد الانديه في مصر ما لسه ما عرفش سددت ولا لا. طب هتتعامل ازاي؟ هي دي الفكره، احنا في مصر الامور الى حد ما بتمشي مش باينه او بتمشي اللي هو يا كابتن اسلام بنروح انا اقعد مع كابتن اسلام. طب بص يا كابتن اسلام انت يعني. انت ليك عندي 100 جنيه بمناسبه قعده العرب دي يحق الاتحاد المصري، او انا بدعو اي شخص او اي كل اعضاء مجلس اداره الاتحاد مدعوون للقناه الاهلي خلال الفتره القادمه لشرح او لرد على كل هذه الامور، لانه احنا محتاجين نعرف يعني ايه اللعب المالي النظيف، محتاجين نعرف. احنا عارفينه طبعا وفاهمينه وقعدنا نتكلم فيه اهو بقالنا ساعه ولا ساعه ونص بنتكلم يعني ايه اللعب المالي النظيف، ولكن كيف سيتم تطبيقه؟ دي حاجه غريبه جدا. هل من الممكن يا احمد مثلا ان احنا نادي يكون محجوز عليه، نادي ما عندوش فلوس، عشان ما اقولكش تتكلم على الزمالك انت على اي انديه منافسه، انا بتكلم بشكل عام ان في اطار الحجز على نادي، في اطار ان النادي ما عندوش فلوس وبيصرف، اطار ان النادي مثلا بيصرف 100 مليون وهو الدخل بتاعه 50 60 مليون، ايه اللي هيحصل في هذه الامور؟ هو اتحاد الكوره نزل في يوم 14 اغسطس على صفحته في البيان: لا يجوز لاي نادي شراء لاعبين الا في حدود الميزانيه المقدمه من النادي في ملف التراخيص. لا يا رب ده السطر. أيوة. معانا الصوره. أيوة. دي لو معانا الصوره نعرضها يا جماعه هنلاقي ان هي لا يجوز لاي نادي شراء لاعبين. فده معناه ايه؟ انا اتصور ان المقصود بيه ان الخساره ما تبقاش كبيره قوي، يعني حجم الانفاقات ما تكونش كبيره جدا اكتر من الدخل، واعتقد ان ده في بعض الانديه بدات تطبقه. هدي لحضراتكم مثال: نادي بيراميدز. نادي بيراميدز كان متعود دايما بنشوف ان هو بيصرف كتير في الانتقالات. الصيف ده عمل ايه؟ الصيف ده باع عمر جابر اللي هو ثالث اعلى راتب عنده في الفرقه. يعني الاول رمضان صبحي، عبد الله السعيد، عمر جابر، بيتخلص من ايه؟ من اللعيبه اللي رواتبها كبير. يعني عمر جابر 33 في الموسم مثلا 33 مليون، المهدي سليمان، ايريك تراوري، محمود وادي، حسين السيد، احمد توفيق، احمد ايمن منصور، تخلصوا من ايه؟ من سبع لعيبه بعقود رواتب إيريك كبير. ايريك تراوري قائمه انتظار، قائمه انتظار يعني خلاص يعني ماشي، يعني بيحاولوا يبيعوه يسوقوه. تعالى بقى للشراء، جابوا مين شراء؟ جابوا محمود عبد العاطي صفقه فري من الاسماعيلي، جابوا كريم حافظ فري، جابوا الشيبي المغربي اللي هو الظهير الايمن فري. فانت لما تبص على صفقات بيراميدز هتلاقي ان هي ايه؟ كلها فري، وبيتخلصوا من اللعيبه اللي رواتبها كبير، بيحاولوا يعوضوا الخسائر اللي حصلت فين؟ في اخر سنتين. تعالى نبص على نادي فيوتشر. فيوتشر السنه اللي فاتت صرف كتير جدا، جاب صفقات كتير بمبالغ ضخمه. السنه دي ما تقريبا ما عملش، حد سمع ان هو عمل صفقات؟ يعني تقريبا ما فيش صفقات خالص.
يعني يمكن صفقه ولا حاجه او ثلاثه حاجه برضو بمبالغ قليله او حاجه مش سامعين اللي هو زي السنه اللي فاتت صفقات صغيره ولاعيبه فري يعني لعيبه فري ما عملوش صفقات قويه. طيب هتلاقي اغلب الانديه كده. امبي اكتر نادي استفاد من الموضوع ده ماديا. امبي خلاص تحول تجربته من وجهه نظري عملوا بيعملوا نادي زي اياكس. بس امبي اعتقد ان هو هيعاني جامد جدا السنه الجايه فنيا. باع ايبوكا, بيبيع في مصطفى شلبي, باع المدافع ابراهيم يحيى, بيبيع في كل النجوم, بيحاول ان هو يستثمر ويجيب فلوس ويخلي حجم الايرادات بتاعته كبيره. مصطفى في الطريق, محمود جاد اتباع النهارده, ومصطفى شلبي ممكن بكره او بعده تلاقيه برده. يعني بيبيعوا في الاغلب الايه, اغلب اللعيبه بتاعتهم بيبيعوها. فتعال نبص على انبي. طب مين الانديه اللي ممكن تتبص عليها او يعني الموضوع ده ياثر فيها؟ اعتقد ان هم اللي ماشيين دلوقتي في الطريق ده نادي الزمالك والنادي المصري. النادي المصري بيصرف والاسماعيلي, بس الاسماعيلي صفقاته كلها بمبالغ قليله, مش زي النادي المصري مثلا جاب محمود جاد, جاب مروان حمدي. مروان حمدي اغلى لاعب في تاريخ المصري كهجوم ب 18 او 19 مليون. معتمد على رئيس النادي, يعني معتمد على رئيس النادي. وفي برضه حاجه ثانيه, يضخ فلوس من جيبه. وفي حاجه ثانيه للمصري, ان المصري بيبني استاد, فممكن يستثنوا من الحته دي عشان حكايه بناء الاستاد. هي دي يا ثابت اللي احنا قصدنا عليها مع كابتن اسلام, اللي هو لازم نعرف القانون ماشي ازاي. هل ده هيبقى اتحاد كره القدم هيحط هذا الامر في القانون ولا مش هيحطه؟ ما هو ده اللي انا نفسي. بس مفيش ضوابط معينه, ده مجرد توقعات. يعني انت هل بيراميدز مثلا لما قرا البند ده فبدا يعمل كده؟ هل فيوتشر لما قرا البند ده هل اتبعت لهم؟ مفيش حاجه اتبعتت للانديه, مفيش حاجه واضحه. لازم عشان تحدد, لازم تحدد حاجه معينه. مثلا نسبه الخساره تبقى قد ايه؟ يعني نسبه الخساره ممكن مثلا تعدي للناس 20 30%. بتحدد نسبه معينه 20%, هعدي لك مثلا السالب ب 20% ب 30% زي ما حصلت مثلا في الدوري الاسباني كانت 25 تقريبا او 20%. فانت مثلا هتطبقها هنا ازاي؟ فلازم يبقى في ايضاح من اتحاد الكوره في خلال الايام الجايه عشان الانديه اللي بتصرف. وفي كام سنه هيقدر يعمل كده؟ يعني اهو ده قرارات اتحاد مجلس اداره اتحاد الكوره. ده البند يا كابتن اسلام. لا يجوز. ايوه كلنا شفناه السطر. هو ده السطر ده شفناه. بس ماذا السطر ده المفروض في كتاب كده موجود بي يعني ايه السطر ده؟ مش فاهم يعني هو السطر ده. لا يجوز لاي نادي شراء لاعبين الا في حدود الميزانيه المقدمه من النادي في ملف التراخيص. طيب ما مش واضح يعني لازم اتحاد. طب لو النادي عمل كده هيحصل ايه؟ مفيش. العقوبات طيب مش واضحه. لو نادي عمل كده بس هل في جزء مثلا اللي هو ال 20 15% ولا 20% اللي حضرتك بتتكلم عنها اللي هي اقدر ادي للنادي هامش خساره؟ يعني طبعا مفيش حاجه اسمها, لكن هامش خساره 10 او 15% هل ده ممكن ولا مش ممكن؟ صح. وهل اتحاد الكره يقدر يعاقب انديه؟ هل اتحاد كره القدم هيقدر يعاقب نادي الانديه ولا مش هيقدر يعاقب الانديه؟ كابتن اسلام الحاجات دي كلها موجوده زي ما بنقول كده. احنا كلنا اهو بنخش موقع الفيفا, موقع الويفا, موقع الاتحاد الاسباني, اي موقع في الدنيا حاطط الحاجات دي بي دي اف كده ال 200 300 صفحه وعايز تقرا. احنا عندنا اتحاد كره اختصر الموضوع ده كله في سطر يا اخي. انت حتى لو هم عندهم لوائح, لا المفروض تطلع للناس, المفروض تطلع للناس عشان نعرف. عارف ليه اختصر؟ عارف اختصر ليه في سطر؟ بجد والله. ليه؟ لان اللي حط البيان او اللي خد القرار ده هم اعضاء مجلس اداره اتحاد كوره. مفيش, انا متاكد 100% طبعا اللي انا بقوله ده, مفيش مثلا خبير اقتصادي او خبير مالي جه قعد في الاجتماع. خبير مالي يا عم كريم؟ نعم. انت خبير مالي؟ لا يعني مثلا خبير مالي. لا حضرتك مثلا حضرتك تخيل لك انا انا بزنس. طب ماشي يا عم, حط لنا الشهاده جنبك يعني عشان احنا بنتكلم. لكن يعني انا مش محتاجه ان انت خبير مالي, انت ممكن تقعد تروح تقرا على فكره. لا لك انت تخيل مثلا الاتحاد الاوروبي, بس مبادئ مثلا بسيط. الاتحاد الاوروبي سنه 2009 اول ما بدا يدرس الموضوع ده, هل مجلس اداره الاتحاد الاوروبي المختصين بالكوره هم اللي حطوا القانون؟ لا طبعا. مستحيل طبعا. هم اصلا لا يفقهوا شيء في هذا الامر. هم كان عندهم ازمه, عندهم مشكله, جابوا ناس اقتصاديين, جابوا بقى حد اقتصادي قال له احنا عايزينك تساعدنا تحل لنا المشكله دي. ببساطه ان الجمله دي كمان تتحط في اخر البيان بدون اي تفاصيل, بدون اي حاجه يعرفك العقليه اللي احنا ماشيين بيها. جيمي برضو مهم جدا, انا السؤال اللي بالنسبه لي, بس برضو انا باصر على هذا السؤال لانه سؤال مهم. انا عندي مشكله في النادي بتاعي مثلا, انا بلعب في نادي اكس, او انا رئيس نادي اكس, او انا عضو مجلس اداره في نادي اكس, وعندي محجوز عليا او ايراداتي 20 30 مليون وداخل لي وصارف 100 مليون, كيف يمكن الحساب وازاي اقدر اعمل كده؟ وهل ده كنادي ممكن يحصل؟ خلينا نجيبها من اولها, من رخص برضو. من رخص طبعا. طبعا الرخص
كيف تم اعتماد رخص بعض الانديه المشاركه الافريقيه؟ كيف تم اعتمادها؟ اربع انديه اهلي وزمالك وفيوتشر وكان هناك بند واضح اي نادي لديه مخالفه او غرامه ماليه لم تسدد حتى ديسمبر 2021 لا يمكنه المشاركه افريقيا. طيب معنى كده ان الاربع انديه دول ما حصلش معاهم كده؟ لا في لا في ازاي وبيلعب يعني الاهلي لعب او هيلعب لسه ان شاء الله؟ دي التساؤلات. الزمالك لعب في فيوتشر لعب بيراميدز هيلعب غالبا. في تساؤلات حيويه جدا لازم الناس تجاوب عليها. تفضل. من هي جهه الاختصاص؟ هل هي الرابطه ولا اتحاد الكره؟ واحد. اثنين، في الاتحاد الاوروبي عملوا حاجه اسمها لجنه النزاهه والاستدامه الماليه، مجموعه من الخبراء الاقتصاديين مسؤولين عن التدقيق المالي لهذه الموازنه. خبراء اللي الاقتصاديين تاني معلش خبراء اقتصاديين من بره يعني من بره الاتحاد من بره الاتحاد الاوروبي مفيش مانع ان احنا يتلقوا اجر. لا يعني مفيش مانع. لا طبعا صح طبعا ماشي. انا بس بقول للاستاذ جمال علام ومجموعه العمل في اتحاد كره القدم انه الاتحاد الاوروبي استعان بخبراء في الاقتصاد لدراسه هذه الامور. انا ما اعرفش اذا كنتوا بتستعينوا ولا لا، يعني عشان ما حدش يقول لي يا عم اسلام احنا بنستعين. طب ما تقولوا لنا هنطلع نسقف لكم. مستحيل. لا انا ما اعرفش. لا لا انا بقول لك هو اجابه مستحيل. لانه هو بيستعين بحد، استحاله الحد ده هيقبل ان الصدر يطلع يتكتب على لسانه. وهو السؤال الاهم، السؤال الاولاني، من هي جهه الاختصاص؟ هل هو الرابطه المنظمه للمسابقه ولا اتحاد الكوره؟ اثنين بس هو اللي كاتب السطر. هل هناك طبعا، لكن هل هو كان يعول على انه تفصيلا سيصدر عن طريق الرابطه؟ ده سؤال مهم لازم يجاوبوا عليه. اثنين، وجهه نظر، هل يوجد جهاز مالي او هناك نيه لوجود جهاز مالي خلال الفتره القادمه؟ وده تساؤل بنقدمه لاتحاد الكره والرابطه. هل هناك نيه لوجود جهاز مالي للتدقيق في الموازنات اللي بيتم ارسالها من الانديه؟ ثلاثة، وده السؤال المهم، هل هناك سالري كاب؟ يعني ايه سالري كاب؟ جه الاتحاد الاوروبي في التطبيق الثاني للعب المالي النظيف قال انه في سالري كاب بعد الصفقه بتاعه نيمار تحديدا ال 222 مليون، قال في سالري كاب، انه في سقف للرواتب من الاجمالي. تم الغاء السالري كاب مثلا في التطبيق الجديد، هل في سالري كاب هيتحط؟ يعني هيتقال مثلا انه مجموع الرواتب للفريق الاول لهذا النادي لا يتجاوز رقم معين، هل في سالاري كاب؟ أسئلة وجودية. ما ينفعش أتكلم على تطبيق هذا القانون ولا عندي محددات ولا عندي شكل صياغة ولا عندي جهة رقابية ولا عندي حد بيدقق في هذه الموازنات ولا عندي موازنات مقدمة ولا عندي إجابة عن كيف تحصلت الأندية المشاركة أفريقيا على هذه الرخص، رغم وجود ما يعارض الحصول على هذه الرخص ليس في هذه النسخة فقط وفي النسخة السابقة أيضا. كيف حصلت كل الأندية؟ لا نخص نادي بعينه، كل الأندية. الأهلي واضح. كيف تحصلت؟ ما تقولش كل الأندية، أنا أكلمك على الأهلي. طبعا. الأهلي واضح. طبعا. أنا بتكلم على. والله دي الحقيقة. دلوقتي في عندنا أربع أندية شاركوا في النسخة الماضية وأربع أندية مشاركين في هذه النسخة. اطلع قول والله كان في عقوبات على هذا النادي. مين؟ المنوط بإرسال هذه الأسماء إلى الاتحاد الأفريقي اللي اشترط يعني؟ طبعاً. طب بعد إذن طبعاً. حضراتكم في اتحاد كرة القدم اطلعوا يقولوا لنا، الناس بتسأل يعني، لو حد يقدر يرد علينا حتى لو في برنامج آخر مفيش مشكلة يعني. سؤال تاني مهم جداً، إذا كانت المعايير مطبقة في النسخة الماضية وليست النسخة الحالية، فسؤال تاني مهم جداً، لماذا تم فرض غرامة مالية على اتحاد كرة القدم فيما يخص حصول بعض الأندية على رخص؟ سؤال مهم جداً. دي واقعة، أنا هنا ما بفترضش، دي واقعة حصلت وتم إعلانها من قبل الكاف. طبعا تم إعلانها من قبل الكاف أنه تم فرض غرامة مالية فقط على اتحاد الكرة المصري بسبب مخالفة في إصدار بعض التراخيص. دي مجموعة من الأسئلة، ما ينفعش نقعد نتكلم على تطبيق هذا القانون في مصر. بيقعدوا يتفرجوا والله العظيم بجد مش بهزر، بيقعدوا يتفرجوا وبيقعدوا يكتبوا كل حاجه. فاكتبوا يا جماعه قولوا لنا رايه، يعني حد يطلع في برنامج تاني او عندنا هنا. طبعا انا ممكن بالليل ادي لحضرتك ساعتين، اي حد من اخواتنا في اعضاء مجلس اداره الاتحاد يطلعوا معانا يقولوا لنا يا جماعه والله الاسئله دي الرد عليها 1 2 3 4، هنعمل كذا مش هنعمل كذا، السنه الجايه سيتم التطبيق، السنه دي سيتم التطبيق، هنشوف الدنيا ماشيه ازاي وهنقول. ما حدش بيقول لنا ولا بيجاوب على اي حاجه. وحتى يعني اكبر سؤال والسؤال الاوضح اللي كلنا سالناه حضرتك سالته، كيف يتم صياغه بيان بهذه الطريقه؟ كيف يتم الحديث عن بند بهذا الحجم
بهذا السطر في سطر واحد في سطر واحد، وهي ليست جديدة بالمناسبة، ولكن لما يكون حاجة بهذا الحجم وانت يعني انا متفق جدا مع كريم، التطبيق قادم قادم بمزاجك او غصب عنك، سواء بقيود هتفرض عليك من قبل الكاف زي ما الرخص فرضت عليك من قبل الكاف، هتفرض عليك هتفرض عليك، فانت ليه منتظر لما تبقى فرض عليك وتتحط في مشكلة او في ازمة؟ خلاص الامر واضح جليا، الاتحاد الاسيوي راح خلاص للتطبيق، الاتحاد الاوروبي خلاص بيطبق من 2011، بنتكلم على 11 سنة في لعب مالي نظيف بيطبق، ف خلاص انت مضطر ومجبر، فقبل ما تحط سيستم، قبل ما تحط نظام، فهو هذه هي مجموعه من التساؤلات لازم يتم الاجابه عليها، وبعدين الناس تشرح لنا بعد اجابه هذه التساؤلات والله احنا هنشتغل بهذه الطريقه خلال الفتره القادمه، تاني اللي جايه جايه حتى لو لم يتم فرضها. ويبقى السؤال، احنا قلنا ان التطبيق 2023 مظبوط، يعني الموسم القادم، كيف يكون بدايه الموسم القادم يوم 16/10 وانا لم اعتمد هذه الميزانيات، لم أدقق فيها، هي بتخلص بين يوم وليلة، أنا عندي 18 نادي محتاج أدقق في ميزانياتهم، هدقق فيها إمتى؟ لو الصفقات وفين الشروط؟ خلاص.